السلام عليكم شباب، شلون الصحة؟ أتمنى لكم عطلة سعيدة. حاجة أعرف عن نفسي في حال ما حد بلش ويانا، يعني من بداية الكورس لما أخذنا هيستوري. اسمي أحمد ثامر، مرحلة رابعة طبعا، وياكم بنفس الكلية. بلشت هذا الكورس بالعطلة لما كنت مرحلة ثالثة، خلصتها يعني بالعطلة حتى أنقل تجربتي لكم من الجانب العملي فقط يعني، وأشوف الأمور اللي شافوها الطلاب صعبة، الأمور اللي صار عليها ضجة، أحاول أنقلها بصورة بسيطة وأنطيكم إياها. ويعني إن شاء الله أنا مستمر على هالشي حتى بباقي المراحل لما أكمل إن شاء الله، هم أنقلكم التجربة، هم حتى أراجع المادة ونضبطها سوية، نفهمها سوية، ويعني كنا نطلع مستفادين. خلصنا الهيستوري وعرفنا شلون ناخذ هيستوري كبارت اول من الكورس. هسه لازم نعرف شنو الجنرال اكزامينيشن وشلون اخذ جنرال اكزامينيشن. ويعني اتمنى الصوت يكون واضح لان اول مره اجرب هذا البرنامج، وهم بعدني مريض، بس شو اسوي، تاخرت عليكم، لازم اكمل. اوكي، فندعي الصوت يكون واضح. تمام، هذا السلايد كان نفسه بالمحاضره السابقه لما اخذنا هيستوري، اللي هو الامبورتنس of history and diagnosis. هنا حناخذ the importance of examination and diagnosis. شباب، هو الدكتور ما يقدر يوصل للdiagnosis من history فقط، ولا يقدر يوصل للdiagnosis عن طريق examination فقط. تمام، فهي سلسلة خطوات أنا لازم أمشي بها كدكتور حتى أوصل للdiagnosis. ف history, examination and investigations. أدز المريض أشعة، أدز تحاليل، وهكذا إلى أن أوصل لدايجنوسس مضبوط. زين، هذا السلايد اللي صراحة نحصل عليه سيئات، بس نحشي على الطلاب وناكل بيهم. شباب، مثل ما كان الهيستوري وحكيت لكم عنه، أنه هواي أكو طلاب دا يعبرون وينجحون وممكن حتى يتخرجون بس بعد ما يعرف ياخذ هيستوري. يعني لا تتعجبون، هالشيء كلش موجود وبصورة كبيرة. نفس الشيء بالنسبة للجنرال اكزامينيشن، اكو هواية طلاب قرأ قبل الامتحان بكم يوم، ما مارس، ما طبق، فنجح وعبر، بس بعد ما يعرف اساسيات الاكزامينيشن، ما يعرف الخطوات الصحيحة، ما يعرف حتى ينقلها لغيره بالطريقة الصحيحة. تمام، فلا تتعجبون. اكو يعني هسه حاليا بالنسبة لي وصلت مرحلة رابعة، وبالسيشن ويانا عادي طلاب ما يعرفون أبسط شيء بخصوص الجنرال اكزامينيشن، اللي هو يعتبر أصلا أساسيات الجانب العملي للطالب. فخلوا هالشيء ببالكم، لا تستهزئون بالموضوع، ضبطوها حتى بعدين لما تعبرون أنتم مرتاحين، تكونون أنت مضبط الأساسيات بس تبني عليها. هالشيء كلش ضروري. زين، احنا هسه كامتحان كلينيكال، سواء احنا او بعدين لما نوصل للمراحل المتقدمة ان شاء الله، عندنا شورت كيس وعندنا لونج كيس. اللونج كيس يعني اطبع على البيشنت، اخذ هيستوري بخصوص كل السيستمات اللي عنده، واسوي له جنرال اكزامينيشن من راسه ورقبته واطرافه العليا واطرافه السفلى. هاي لونج كيس، ويعني وتكون وقتها طويل. ينطيك الامتحان الممتحن اكزامينر، ينطيك فد نص ساعة، ممكن أكثر من نص ساعة، وهكذا. بالشورت كيس العكس شباب، يكون وقتها كلش قليل. الأوسكي وركزت عليها كليتنا حاليا، تكون ستيشنات شباب، يعني كل ما تطب الستيشن يكون خاصة فد بارت معين من الاكزامينيشن. تمام، يعني انت ما تسوي كله وانما تطب ستيشنات. والشغلة الثانية انه وقتها يكون كلش قليل، يعني 10 دقائق، ربع ساعة، ممكن أقل، وهكذا. مثلا يقول لك افحص الليمف نودز سبيسيفيكلي يعني، وأشياء ثانية. أهم شيء وصلت الفكرة. زين، أني هسه كطالب بلشت بالجانب العملي، أو أنتوا هسه كمرحلة ثالثة بلشتوا تباوعون من الجامعة على الجانب العملي للطالب، فلازم أعرف أنا شلون أجيب درجات بالبراكتيكال اكزام. اكو خطوات بس خلوها ببالكم حتى اصلون، يعني انا اضمن لكم انه تاخذون درجة شبه كاملة ان شاء الله، لان يعني
تدرون جماعة ثمينتهم كاملة. المهم أول شيء نحتاجه هو السكيلز شباب. راح أضرب لكم مثال حتى تظل ببالكم. أني قبل شهرين أو 3 شهور تقريبا امتحنت فاينل سيشن مال النسائية، فالدكتورة قالت لي افحص النبض مال هاي المريضة اللي قدامك. صراحة هي كانت انيميك بيشنت وكانت سكيني و يعني مدى أبرر نفسي، بس لما جيت فحصت البلس ما لقيته، الراديال بلس يعني ما لقيته بسرعة، شوية تأخرت يلا لقيته، وخطأت أنه ما خليت 3 أصابع أصلا، وخطأت مرة ثالثة أنه ما سويت دورسي فليكشن الإيديها. فيعني كانت خطوات بسيطة أنا أصلا أعرفها بس ما سويتها، حتى استغربت لما صفنت بيها، لأن أنا ما طبقت هواية. أنا الوقت اللي فات ما كنت مطبق هواية، ما مارست، فكلش طبيعي يعني حتى لو أعرف الشغلة لما أجي أطبق راح أنساها. أوكي، فأنت لازم مو بس تعرف شنو تسوي، لازم تعرف شلون تسوي. أوكي، هاي السكيلز كلش مهمة شباب. حتقول لي ما عندي وقت، مدى أروح المستشفى هواية، عادي عادي، طبق بالبيت على أخوانك على أهلك، لما تروح الكلية طبق على أصدقائك، اقعدوا بالسنتر وطبقوا سوية، روحوا للمختبر للمكتبة، هواية طرق. زين الأورجنايزيشن شباب، أنا لما أجي أطبق الجنرال إكزامينيشن كمرحلة ثالثة أو أي مرحلة ثانية، ما يصير أجي أفحص اللور لمس وراها أقمز مثلا على الهيد أند نيك، لازم أمشي بالترتيب، أبلش بالهيد والهيد أيضا بالترتيب، العيون وراها الخشم والحلق والأذانات، وأنزل على النيك الأبر لمس يلا اللور لمس، فلازم بترتيب معين يكون هو يعني مناسب لهاي الجنرال اكزامينيشن. زين الثيوري انفورميشنز شباب، الامتحان العملي ترى بيه اسئله نظري، يعني لا تستغرب لا من تروح تمتحن وتطلع ضايج والله ما يصير وسالني نظري وعاف العملي، لا هالشي طبيعي شباب بكل مكان. والله الثيوري انفورميشنز مالتك لازم تكون مضبوطه، ما اقول لك روح اقرا لي شيء عظيم وكمل ماكلويد كله واقرا كل الملازم واكلهن اكل، لا بس يعني انت مثلا هسه قاعد تسوي هيد اكزامينيشن وصلت للعين، لا تسوي عن الجوندس والانيميا، لا تفحصهن، انت لازم عندك معلومات نظري عن الجوندس والانيميا. يعني شلون انت تفحص شيء بس انت ما تعرفه هو شنو هو وشلون يصير وشنو اسبابه وليش انا دا اسوي هيك، هاي كلها معلومات نظري لازم اعرفها. تمام متفقين؟ وانا ححاول اغطي قسم من هاي الثيري انفورميشنز بالكورس. زين التايم مانجمنت شباب، اني يعني صراحه هي شلون اقول لك مو نفس باقي الكليات امتحاننا العملي، بس يعني خلينا نمشي على حالتنا. انت مثلا بدك تسوي هيستوري واكزامينيشن البيشنت بالامتحان، فالاكزامينر اما راح يبقى قدامك او راح يقول لك اخذ هيستوري وهسه انا ارجع لك من تكمل، فحينطيك وقت، ممكن يعطيك ربع ساعة، ممكن ثلث ساعة، ممكن حتى أقل كهيستوري. أنت لازم مرتب وقتك، لازم ماخذه ومرتبة وتكون جاهز الجنرال إكزامينيشن، وإذا أنت كنت قدامه أيضا لازم ترتب وقتك تكمل الهيستوري ويبقى لك وقت تسوي جنرال إكزامينيشن. هاي متفقين عليها؟ وترى سهلة، لا عبالكم صعبة، والله كلش سهلة. زين أخير شيء وأنا أعتبره أهم شيء، الأكسبتبل أبيرانس شباب، مظهرك. حكيت لكم عليها بالهستري بس راح ارجع احكيها هسه همينا شباب. انت كطالب رايح يمتحن وبكل الوقت، اصلا بكل وقت تروح للمستشفى واي شيء، مظهرك لازم يكون مناسب للمكان. لاب كوت، يعني دير بالك تنسى شيء اسمه لاب كوت. بالنسبه للولد البسوا رباط، رتبوا اموركم، لبس رسمي حسب الزي، كذلك البنات الرابطه واللبس ويكون رسمي ايضا، واللون لاب كوت ماتك خلي يكون التورش موجودة بي، السماعة إذا عندك، الأقلام، التاند برسرز، العوادين، يعني هاي أغلب شيات الأشياء اللي تحتاجها حاليا. شنو بعد؟ ها شباب الأظافر، شباب الأظافر 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 لا تنسوها. تمام أظافركم لازم تكون قبل كل يوم امتحان مقصوصة، قبل كل سيشن أيضا. تمام، لان انت راح تجي تطبق على المريض، اذا انتبه عليك الدكتور حتحصل رساله.
نروح هسه على ال contents of the general examination. أنا هسه ك general examination شنو عندي وشنو راح أمر عليه؟ عندي inspection and description. أجي أباوع على المريض، أشوف المريض شنو بي ما بي وأوصفه. هاي باختصار هي هيك. زين، عندنا الهيد اند نيك، الراس والركبه، الابر لمس كلهن، واللور لمس ايضا كلهن، اند ذا فايتال ساينز. الفايتال ساينز هي اللي هي البلس، البلاد بريشر، الريسبيراتوري ريت، والتمبرتشر. هاي الاربعه حنمر عليها بالمحاضره الثانيه نهايتها كفايتال ساينز. تمام، هاي المحاضره حناخذ بس الانسبكشن اند ديسكريبشن وياها الهيد اند نيك. زين شباب، قبل كل اكزامينيشن عملي، قبل كل اكزامينيشن مو بس امتحان، لا، انت حتى وانت رايح المستشفى وحدك حتى تطبق لازم تسويها، سواء كنت مرحله رابعه، خامسه، سادسه، متخرج، اخصائي، لازم تسويها. مو لان شفت غيرك ما يسويها لا تسويها، لا، لازم تسويها. تمام، اول شيء انا اعرف عن نفسي، introduce yourself. ثاني شيء اخذ اذن من المريض، ask for permission. ممكن المريض ما يوافق، ترى كلش طبيعي ما يوافق، عادي تروح على مريض ثاني. اوكي، فضروري ask for permission، ومو بس ask for permission لما تقول له اريد افحصك، حتى لما مثلا تريد تكشف رجله او تفحص رجله، راح افحص رجلك تسمح لي هيك؟ تمام، او انت بصوره من البدايه انطي الملخص اللي راح تسويه على مود تخلص من هاي السالفه. قول له مثلا انا راح افحص راسك، رقبتك، ايديك، رجليك، ماشي حجي؟ حيقول لك اوكي وتبلش. ثالث شيء اللي هو الانشور برايفسي. شباب، انشور برايفسي ما اعرف ليش الطلاب دي ينسوها، والله العظيم ما اعرف ليش دي ينسوها. اذا يمك شايف انت لما طبل الردها راح تلقى برده، يعني الردها الطبيعيه حتلقى بيها برده، فانت لازم تسد هاي البرده، هاي كانشور البرايفسي، خصوصيه المريض. اذا الباب مفتوح سده، اذا كانت الوضعيه اصلا ما تحتاج تسوي كل هذا وماكو احد موجود، اكتفي بس انه تنطي خبر للدكتور اللي بصفك، تقول له دكتور I must ensure the patient privacy. بس اوكي. زين، رابع شيء لازم اني اغسل ايدي بالمعقم. اوكي، اعقمها، وكذلك اذا كانت الدنيا بارده وشتاء ادفي ايدي. انا سمعت كلام ما ادري اذا صحيح او لا، اذا فحصت البيشنت وايدك بارده والبيشنت قال ايش ما اعرف شنو، تاخذ درجه قليله، ما ادري ترسب، يعني ما ادري اذا صحيح هالشيء او لا، بس هي ضروري تدفي ايدك. زين، طبعا ممكن انت اثناء ما تعرف عن نفسك وتاسك فور بيرميشن، اثناء كل هذا انت تعقم ايديك وتدفيها حتى تختصر وقت. زين، ملاحظة شباب خلوها ببالكم، ملاحظة كلش مهمة عند يعني جماعتنا، بس نفس الوقت أنا ما أعتبرها شيء مهم يعني كلش، اللي هي be on the right side. شباب، سواء history سواء general examination، أنت لازم تكون وين؟ على يمين المريض. شباب تمام، يعني خلوها مثل اسمكم، احفظوها مثل اسمكم. لما اي امتحان او اي مكان تروح له بالمستشفى وتروح يا مريض، لازم تروح على وين؟ right side of the patient، وهي عليها درجه ترى. زين، بقى عاد good exposure and positioning. يعني انت مثلا جاي تفحص رقبه المريض وراسه وهو لابس كمامه ولابس لفاف، فلازم تسوي good exposure، لازم توخر الكمامه وتوخر اللفاف، متفقين؟ من توصل مثلا رجليه لازم تسوي اكسبوجر، توخر البطانيه عن رجلي. اوكي، بالنسبه للبوزيشنينج، ممكن هو قاعد بوضعيه يعني مثلا برون بوزيشن او لاترال بوزيشن، شويه صعبه حتى تسوي الاكزامينيشن بيها، فهم لازم تخليه يقعد بوضعيه تكون مناسبه لك حتى تفحصه، يعني 45 ديجري، سوباين بوزيشن، مو مشكله، سيتنج بوزيشن. اوكي، فهسه نعيدها على السريع. شباب، اني السلام عليكم، شلونك حجي؟ اسمي أحمد ثامر، مرحلة رابعة طب عام، تسمح لي أفحص راسك، رقبتك، إيديك ورجليك؟ أي ماشي، تفضل ابني. ما I must ensure the privacy، دا أجر البردة، أسدها، أسد الباب.
إذا ما قدرت أسويهن أو الوضعية ما تحتاج، أنطي خبر بس للدكتور القاعد، أعقم إيديه بالمعقم أو البخاخ، أدفيها، أروح على الرايت سايد أوف ذا بيشنت، إذا أكو لفاف، إذا أكو كمامة، أوخرها، أقعد المريض بوضعية مناسبة وأبلش. متفقين؟ زين، هاي أخذت لكم إياها من المصدر ماكلويد بهاي الصورة، شلون تعقم إيدك إذا تريدون تتفيكون شوية. فسووا هذا الشيء بالضبط مقابيل الدكتور، ولو هي جديات هي تحتاج تسويها دائما، لأن هذا راح يغطي أكثر مساحة من إيديك بالمعقم. أنا دائما أسويها. ف هاي بالأحمر إذا بالمعقم، وبالأزرق إذا كانت بالمي، يعني غسل اليد. فأنت عليك بالأحمر بهالطريقة تكون. هسه هاي قدام نردها، لازم نراجع المعلومات شوية اللي مشينا عليها، اللي تعتبر يعني بري اكزامينيشن، بعدنا ما بلشنا بالاكزامينيشن احنا. فأنا هسه دا أتخيل بيشنت قاعد قدامي، أجي وين أروح؟ هنا يمين البيشنت. السلام عليكم، شلونك حجي؟ شلون الصحة؟ اسمي أحمد ثامر، أنا مرحلة رابعة طبعا، تسمح لي أفحصك اليوم رأسك ورقبتك وإيديك ورجلك؟ إيه ماشي، تفضل. انشور ذا برايفسي، أدفي إيدي وأعقمها، أسوي جود بوزيشنينج أند جود إكسبوجر وأبلش. تمام؟ زين، هسه نروح على البارت الأول شباب. البارت الأول اللي هو الانسبكشن اند ديسكريبشن. بالانسبكشن اند ديسكريبشن أنا شنو أشوف أوصفه، شنو أشوفه على البيشنت أحكي، شنو أشوفه بالمريض أحكي. أوكي؟ فهاي الأمور على اليسار هي هاي اللي راح أركز عليها: العمر مال البيشنت، ميل أور فيميل، البوزيشن مالته شلون قاعد، البادي بيلت مالته هل هو سمين ضعيف كلش لو جسمه طبيعي. زين، شلون قايل البيشنت؟ هل هو مريض حاليا شكله؟ هل هو تعبان؟ هل هو ده يتألم؟ لو مرتاح لو مو مرتاح؟ تمام. زين، اذا اكو abnormal posture، قاعد بطريقه غريبه مو طبيعيه، ده يتحرك بطريقه مو طبيعيه، إذا دا يتنفس مثلا مختنق أو عنده مشكلة بحيث دا يتنفس بصورة مو طبيعية، مثل شنو اللي أخذناها وقتها، إذا كان أكو ويزنج، يعني صوت ويزنج أو غيره. زين، الكونشيس ستيت شباب أنا أشوفه، هل هو صاحي لو داخل بغيبوبة مثلا، كونشيس ستيت أو فاقد الوعي. زين، البيجمنتيشنز راح نلاحظ بيجمنتيشنز مثلا على وجهه، على إيديه، أي بيجمنتيشنز ألاحظها لازم أقولها وأذكر مكانها بالضبط وين صايرة. زين، الأورينتيشن. الأورينتيشن هنا لازم أسأله عن التايم، البلايس، البيبل. أقول له مثلا حجي الساعة بيش هسه؟ حيقول لك ما أعرف. مثلا حط له الساعة قدامه، قل له هسه بيش الساعة؟ حيقول لك الساعة شقد. فأنت هنا ايش حتقول؟ oriented to time. بالنسبة للبلايس قل له حجي أنت وين هسه؟ حيقول لك أنا بالمستشفى، فهو oriented to place. اسأله منو القاعد هنا بصفك او هنا، يعني واحد من قرايبه، فحيقول لك مثلا هذا ابني، هذا اخويا، وهيك شيء. هذا oriented to people. ممكن ما يعرف، ترى ممكن ما يعرف الوقت حتى اذا شافه قدامه، ممكن ما يعرف هو وين هسه، فهذا not oriented. تمام. زين، تبقى اخر شغله اللي هي الاكسسوارز شباب. الاكسسوارز يعني اني اي شيء اشوفه بصف البيشنت او متصل بالبيشنت، اي شيء حرفيا لازم اذكره، أي شيء، سواء كانولة أو مثلا جهاز مال التنفس، جهاز مال الضغط، أنبوبة، لزقة، باندج، مثلا حتى النظارة، إذا لابس نظارة هم لازم أذكرها. فأي أكسسوريز أنا أذكرها. زين، فهو الانسبكشن والديسكريبشن شباب، أنت لازم يكون عندك الارت أوف أوبزرفيشن، يعني تعود نفسك. شلون أقول لك؟ الذاكرة الصورية مالتك لما تيجي تباوع مباشرة تعرف هذا شنو هو. فهذا شلون تتعلم هذا الشيء؟ تذكرون لما سوالف المصورين وغيرها مال التغذية البصرية، يعني هو حرفيا لازم يكون عندك تغذية بصرية، انه تبقى تباوع على البيشنت، كل ما تروح المستشفى ركز على هالشيء، بس خليه ببالك، ظل باوع على البيشنت حتى هو برا الروتا، حتى هو جاي دا يمشي،
هم لازم تباوع عليه وتركز على الأمور الموجودة بيه. فأنت مثلا باشر عقبة إن شاء الله إذا أنت بالطوارئ، البيشنت قبل لا يوصل للردهة أنت لازم مباوع عليه شلون ده يجي، أوكي، رجله شبيهة، إيديه شبيهة، شلون قايل، ده يتألم لو لا، هاي كل هالأمور لازم تلاحظها. زين، خلينا نتدرب مثلا على هاي الصور اللي قدامنا. مثلا هسه هاي اللي على اليمين من فوق هاي، طبعا قبل لا ابلش ثواني نسيت شغله، اللي هي الايج، شباب الايج، تشايلد، يونج، ميدل ايج، اور اولد ايج. شلون نقسمها؟ تعرفون انه اللي اول ما جاء للدنيا نقول له انيفانت عليه، والتشايلد تقريبا لحد عمر ال 12 14 سنه، اليونج من عمر العشرينات الى نهايه الثلاثينات، الميدل ايج الى حد تقريبا الستين، الاولد ايج فوق الستين. طبعا وين ما تروح وتبحث راح تلقى الرينج هذا مختلف، اوكي، انا حافظها بهاي الطريقه، انت تحفظها بغير طريقه بكيفك، تريد اصلا ما تحفظها وعلي تشوفها تحكي هم بكيفك، اوكي. زين، فنباوع هسه على هاي الفوق على اليمنى، هاي يعني هي لو يونج لو ميدل، صراحة ما أدري، بس راح أقول يونج. يونج ايج، فيميل، sitting in 45 degree position، البودي بيلت مالتها جود، لا هي حيل ضعيفة ولا هي حيل سمينة. زين، يعني صراحة ما أدري إذا هي ما مرتاحة أو متأذية، بس she looks comfortable، يعني مرتاحة ما دا أحسها بين أو تعبانة. زين، ماكو فد abnormal posture، أقول no abnormal posture، no abnormal movement، no abnormal sound، she is conscious، ما فقد الوعي، هي قدام صاحية وده تباوع عليها مثلا ايش ده أتخيل. زين، ماكو فد pigmentations على إيديها أو ركبتها أو راسها، ماكو pigmentations. أسألها عن time وال place وال people، الساعة ايش قد، انتي وين، هذا القاعد بصفك منه، تمام. زين، اكسسوارز، صراحة ماكو أي اكسسوارز هسه حاليا عليها، لا باوع، ماكو شيء. زين، نروح على البيشنت اللي بصفها، هذا اللي على اليسار، هذا ميدل ايج، ميل، سوباين بوزيشن، البودي بيلت مالته يعني ممكن نعتبرها جود، هو يعني شبه اوبيس، خلينا نقول اوبيس، لوكس يعني تايرد، كلش تعبان شكله، unconscious، فاقد الوعي هياته قدامنا، او ممكن بس نايم، بس احنا اللي نشوفه unconscious. اذا كان نايم وهو ندري بي نايم فنقول he is sleeping مثلا. زين، ماكو فد abnormal posture او abnormal movement او abnormal sound، ما العلم اشك يجوز اكو abnormal sound هنا. زين، pigmentations اكو على جهته اليسرى مال وجهه يم عيونه، اكو هنا pigmentations، scars على pigmentations. زين، طبعا اكيد not oriented حاليا، الا نساله الاكسسوارز. هنا راح نلقى مثلا breathing tube، nasogastric tube، ممكن راح نلاحظ على ايدي كانيولا وهكذا. زين، هو اقصى شيء ممكن تلاحظوه بالمستشفى انه التيوبات، سواء مال تنفس او تيوب مال تغذيه، ممكن تلاحظون الكانيولا على ايدين البيشنت، ممكن تلاحظون الدرينج، هذا الورم ما يطلع من العمليه يشدوا له درينج مثلا مكان العمليه حتى يفرغ السوائل، اوكي. زين، نجي هسه على الحكي هذا على اليمنى من جوا، هذا اولد ايج، اكو بيجمنتيشنز على ايديه وعلى وجهه، 45 ديجري، اي 45 ديجري، لوكس تايرد، ممكن ان بين ايضا، نو ابنورمال بوستشر اور موفمنت اور ساوند، نقدر نقول عليه conscious. نسأل عاد على الorientation، قلنا اكو pigmentations على ايديه ووجهه، accessories صراحة ماكو، بس الساعة، اكو ساعة على ايده اليسرى، هاي accessory، ماكو اي شيء ثاني. زين، هذا الchild، اكو cannula على الright arm of the child، اكو tube، اعتقد هذا مال التنفس، breathing tube، looks tired or uncomfortable, 45 degree, no abnormal posture, no abnormal movement, no abnormal sound. He is conscious, وعلى orientation لازم نسأله. فهذا ضربت لكم أربع أمثلة، وهسه لازم نعبر، المفروض تكون وضحت. زين،
هاي البوزيشنز قدامكم شباب، صراحة هي مو كلها حتمر عليكم، بس انت لازم تعرفها. السوباين بوزيشن اكيد تعرفوها، اللاترال بوزيشن، البرون بوزيشن، وعندنا ال 45 ديجري. بالنسبة لل 45 ديجري، سواء اذا كانت اقل او اكثر فيسموها لو فاولرز بوزيشن اند هاي فاولرز بوزيشن. ما مر علينا كلش، بس احنا شلون اقول لك، المنتشر بيناتنا انه نقول 45 ديجري. تمام، زين. اكو بوزيشنات هوايه ثانيه مثل تلندربرج وغيرها، ما تفيدكم حاليا ولا راح تمر عليكم، بس تقدرون تشوفوها بالمصدر. زين، عندنا السيتنج بوزيشن الاعتياديه، وعندنا الترايبود بوزيشن. شباب، الترايبود بوزيشن وين اشوفها؟ بالبيشنت الديسنك، يعني البيشنت المختنق، فيكون لينينج فورورد ومخلي يعني مسند على ايديه، فهاي الترايبود بوزيشن. وعندك السيتنج بوزيشن اللي هي الاعتياديه، كلنا نعرفها. زين، هسه خلصنا الانسبكشن والديسكريبشن، نبلش هسه بالبارت الرئيسي اللي هو الهيد اند نيك. الهيد اند نيك راح ناخذها مفصله، ناخذ الهيد بالبدايه نشوف سوالف ايش بيه ما بيه، وراها نروح على النيك. متفقين؟ فقسمت لكم الهيد الى بارتين. بارت اللي هو الامبورتنت بارتس، وبارت ثاني اللي هو الاكسترا ثينجز. تمام، الامبورتنت بارتس اللي موجوده براسنا العيون، الحلق، الخشم، والاذانات. اهم شغلتين اللي هي العيون والحلق، اهم شغلتين. الاكسترا ثينجز نشوف الوجه هو شبي ما بي، ونشوف الشعر مالته من فوق، ونشوف الويستنج بالمسلز. تمام، خاصة شنو؟ التمبرالس مسل. زين، خلي ناخذ الاكسترا ثينجز نخلص من عندها على مود نروح على الامبورتنت بارس وحدها. فاكو هاي الصور هي خاصة بالاكسترا ثينجز، منوعة طبعا يعني، وهمنا مو شرط تمر عليكم بس لازم تعرفوها شباب. زين، شوف مثلا هسه هاي البيشنت شنو بيها؟ هاي على اليسار من فوق، وجهها تحسه هيك يعني منتفخ، صاير دائري مون فيس. هاي الحالة هي generalized face puffiness، يعني وجهها منتفخ بصورة عامة. زين، هاي وين تصير؟ تصير أكثر شيء بالكوشينج سيندروم بيشنت، هذول اللي الستيرويد هرمون يصعد عندهم وصير عندهم هاي الحالة يعني ككلينيكال ساين. زين، عندنا هنا أنا هذا الأكروميجالي بيشنت، أكيد مر عليكم هواية بالمراحل السابقة، هذول اللي يصير عندهم خلل بالجروث هرمون، فالنمو مالتهم يصير مو طبيعي يعني. راسهم، شوف راسه كلش كبير، خشمه كبير، اذاناته كبيره، التشن مالته الفك صاير بروتيودينج طالع لي قدام، عيونه همينه كبيره. فهاي ايش يسموها الحاله بالاكروميجالي بيشنت. انا مو من اشوفه اقول هذا اكروميجالي قبل انطي دايجنوسيس، ما يصير شباب. شلون ما حكينا على اليسار؟ نقول مثلا هنا انا اكو بافينس، اوكي، اكو راوند فيس، هنا انا هم اقول اكو بيك فيس، عفوا بيك هيد، اكو بروتيودينج تشن. ما يصير انت قبل تنطي دايجنوسيس، ترى من تنطي دايجنوسيس راح يعذبك الممتحن، حيقول لك تعال يلا احكي لي عن الاكروميجالي، شلون عرفت بي اكروميجالي؟ ويظل يسال بيك على الاكروميجالي او المرض اللي انت انطيت دايجنوسيس بي الى ان يبزعك. فانت دائما خليها ببالك، خلوها ببالك شباب، ابد لا تنطي الدايجنوسيس حتى لو انت متاكد منه، الا هو يسالك يقول لك انت شنو تحس هذا بي، يعني انطيني فد ديفرنشال دايجنوسيس ممكن يكون بي. تمام، فانطي الامور اللي دا تشوفها عيونك، اوكي، مو اللي قبل انت تتفكر بيها. فانا هنا شنو شفت؟ شفت بروتيودينج تشن، شفت بيك هيد، وهكذا. زين، الحاله مثلا هاي على اليمين من فوق، هاي البترفلاي فيس. فانا اشوف مثلا اول ما ابلش وياه اقول له اكو مثلا فد ريدنس كلر بالتشيكس، فوق الاي هنا، حتى بالاذانات، واذكرها الحاله هاي شو يسموها البترفلاي فيس. وين تصير اكثر شيء؟ بالسيستميك لوبس اريثروميتس بيشنت، اعتقد مر عليكم هذا المرض. زين،
عندنا حالة ثانية بس يعني هي مشابهة بس مو كل الشباب ترى تختلف. ذاك صارت بإذنه أذناتها وفوق عيونها همينة وسموث، بينما هنا أنا شوية رف وبس بهاي المنطقة. هاي المالر راش، المالر راش يصير بالبيشنت اللي عندهم مشكلة بالهارت فالف، هارت فالف ديزيز بالتحديد الميتال ستينوسس، يصير عندهم هاي الحالة. زين، إذا وجهها مثلا بي هايبر بيجمنتيشن أو دارك بيجمنتيشن مثل هذا الصورة، شوف شلون. أنا ما أنطي الدايجنوسس ولا أعرف أصلا شنو الدايجنوسس، بس أنا شنو دا أشوف؟ دا أشوف هايبر بيجمنتيشن، أقول له أكو هايبر بيجمنتيشن وين؟ بالمثلا بالرايت تشيك، أوكي، and near the orbit and in the ear also. أوكي زين، هنا على اليسار من جوا أشوف إذا الفيس كان بيل بالأنيميك بيشنت خاصة، شوف وجهها مقارنة باليسار، فعلى اليمين وجهها بيل. أوكي، هاي بالأنيميك بيشنت. أكو بعد حالة شباب اللي هي صراحة قبل شوية كانت ببالي بس ما أعرف وين راحت. ها، البهاق اللي هي موجودة بالسلايد الوراء، هي هذا صحيح، الفلتايجو شباب، أيضا إذا أكو بهاق لازم أذكره. زين، بالنسبة للهير فهي بس عندنا حالة الألوبيشيا. الألوبيشيا هي الصلع، ممكن نلاحظها بالفيميلز والميلز، طبعا أكيد بالميلز تكون أكثر وتكون بعدة أشكال يعني بعدة هيئات. فشوفوها بالصورة، أكو سيجمنتد، أكو توتالي ألوبيشيا، أكو سيمي، أوكي، هاي السيجمنتد أعتقد هاي وهيك شيء. زين، بالنسبة للويستنج قلنا خاصة التمبرالس مصل. التمبرالس مصل شباب تعتبر أدفانس مصل ويستنج. يعني شلون؟ الويستنج هو من شنو جاي المصل ويستنج؟ إما حالة مال نيوتريشن بالبيشنت أو عنده مالجنسي، يعني قلة تغذية بصورة عامة. فهذا البيشنت من يبلش عند المصل ويستنج بعدة عضلات بجسمه بالأخير من تصير أدفانس إلى أن توصل للتمبرالس، فالتمبرالس يعتبر أدفانس مصل ويستنج، وعرفنا أسبابه. زين، خلصنا الإكسترا ثينجز، هسا نروح وين عاد؟ على الإمبورتنت بارتس، وقلنا بالإمبورتنت بارتس عندنا الآي والماوث أهم شيء. نبلش بالآي. شباب، الآي كذلك بها أمور إكسترا وبها أمور مهمة. أهم شيء واللي كل الأسئلة تكون عليها واللي لازم والله العظيم حتتسأل عليها اللي هي الجندس والأنيميا. الجندس أول شيء إحنا لازم نعرف الجندس هو شنو، ليش دا يصير، شلون أفحصه، هاي لازم يعني لازم تعرفها سواء بالجندس سواء بالأنيميا. زين، الجندس ليش دا يصير وشنو هو أصلا؟ الجندس هو yellowish discoloration دا يصير وين؟ بالسكن وبالميوكس of the patient، بالسكن of the mucus. تمام؟ يعني أي سكن and any mucus راح نلاحظ عليه يلوش. زين، ليش جوندس دي يصير؟ أنه دي يصير مثلا فد liver disease، فد gallbladder disease، فد pancreatic disease. أوكي؟ فهاي الثلاث أعضاء إذا صارت بيها فد disease معين، ما أقدر أدوخكم وأذكر كل شيء، بس إذا صار بها ديزيز معين ممكن يؤدي إلى جوندس. مريض الجوندس يصير عنده high amount of bilirubin، أكيد تعرفون هذا الشيء. فلما أجي أفحص الجوندس بالآي، أهم شيء هو الفحص بالآي، راح نلاحظ اليلوش of the sclera. أوكي، ليش؟ هذا السؤال دائما يتكرر، أنا ليش دا ألاحظ اليلوش of the جوندس اللي هي sign in the sclera؟ لأن السكليرا باختصار السكليرا بيها إلاستين كونتنت، وهذا الإلاستين اللي موجود بالسكليرا يمتلك هاي أفينيتي تو ذا بيليروبين، لذلك يصير yellowish discoloration in the sclera of the patient with jaundice. متفقين؟ زين، وين ممكن بعد أشوف الجاندس؟ ممكن أشوفه بالسكن بصورة عامة، بالوجه، أشوفه بالحلق، بواي أماكن بالحلق، أي أماكن بيها ميوكس وهذا أقدر أشوف الجوندس، حتى على اللسان. أوكي؟ زين، أنا شلون أفحصه؟ بقى بس هذا، شلون أفحص الجوندس؟ زين، أكو ملاحظتين لازم أخليها ببالي.
أول شيء أنا لازم أفحص بايلاترالي شباب، العينين سوية بنفس الوقت حتى تختصر الوقت، وهي أفضل حتى تقارن. فتلزم العينين من فوق، أوكي، تلزم الجفن من فوق وتسحب وتقول له باوع لي جوا. وين وين شباب؟ لي جوا، جاندس حرف جي، جوا حرف جيم، جاندس جوا، لا تنسوها. ف يباوع البيشت لي جوا، هاي الطريقة. زين، وعادة أباوع للسكلير وأشوف إذا أكو يلا وش ديسكولاريشن. أكو ملاحظة كلش مهمة ولازم تذكرها شباب، لازم تذكرها، أنه الجاندس examination must be under the sunlight، ضروري لازم under the sunlight. ففي حال إذا كان البيشنت بعيد عن الشباك، ما يوصل ضوء أو الدنيا ليل، أني لازم أنطي خبر للممتحن، دكتور I must examine the jaundice under the sunlight. حيقول لك أوكي عاشت إيدك، بس يلا أعبر، لأن ماكو شو اسمه حاليا ما متوفر الضوء. متفقين شباب؟ هذا حرفيا كل شيء يخص الجاندس. فهسه أنا أرجع أعيد، الجاندس ألزم جفنة من فوق، أقول له باوع لي جوه، أباوع على السكليرا إذا بيها discoloration على العينين الاثنيناتهم. And must be under the sunlight. قلنا ليش دي يصير discoloration؟ لأن ال elastin content in the sclera has an high affinity to the bilirubin. خلصنا منه. زين، الأنيميا شباب، الأنيميك patient كلكم تعرفوا. وين نلاحظ الأنيميا؟ أكو عدة بارتات بالجسم ممكن نلاحظ بها الأنيميا، بالآي، بالكونجكتايفا بالتحديد، بالفيس على السكن وغيرها، مثل ما شفنا الصورة قبل شوية، المرأة العفو اللي كانت pale وجهها، ها كانت anemic patient. فهسه بالآي، بالفيس، بالماوث and hand. متفقين؟ زين، بالنسبة للآي خلينا نخلص منها. طبعا مالت الفيس عرفناها ومال الآي هسه حنعرفها، بالنسبة للهاند حناخذها بالمحاضرة الجاية. زين، الأنيميا بالآي عكس الجاندس، ألزم العين من جوا شباب، ألزم العين وين؟ من جوا، وأقول لها باوع لي فوق، تمام؟ فمثل هيج بالصورة، شوفوا لازم الجفن من جوا بين الكونجكتايفا. الكونجكتايفا هي أصلا تكون منطقة highly vascularized ودائما تكون حمراء يعني. فهنا أنا يعني أنيميك، شوف شلون صايرة باهتة pale. فهنا أنا على الأكثر أنيميك، تمام؟ فهي لأن منطقة highly vascularized وبالأنيميك بيشنت تكون pale. هم نسويها bilaterally حتى أقارن بين العينين، هذا الشيء لازم ما تنسوه شباب، لازم يتقبلكم. زين، يبقى عاد عندنا الديسشارج. ديسشارج مثلا اذا اكو اوفر ديسشارج، الوسخ مال العين يعني كل شو هوايه يصير يطلع، او ديسشارجات ثانيه، السيكوينت اي اذا اكو حول، الديسكولوريشن اذا اكو فد ديسكولوريشن بالعين بصوره عامه، واذا اكو ايش هيموريج بسبب يعني مثلا تروما، او بيشنت عنده ضغط مرتفع فممكن يصير عنده هيموريج بالعين، اكيد ملاحظيها مرات. زين، واكو اسباب ثانيه، امور ثانيه يعني، صراحه هي هذا اهم شيء، وقلنا الجندس والانيميا هي اكثر شيء يجب الامتحان. زين، هاي عندكم على اليمين جندس وعلى اليسار انيميا، وعرفنا شلون نفحصهم وليش دي يصير هيك. هذا اليلوش. ها اكو شغله كلش مهمه شباب لازم تخلوها ببالكم ايضا، اني مثلا لما اجي افحص واشوف يلوش اقول له اي سي جندس وما اعرف ايش، ولما أباوع الكونجكتايف وأشوفها بيل أقول I see anemia، حرفيا راح يرزلك الدكتور يعني، لو يخلي راسه براسك راح يرزلك. ما يصير قبل تعطي دايجنوسس شباب، ترى من أقول جندس أو أقول anemia هاي دايجنوسس. فأنا شلون أطلع روحي فاهم وأحكيها كليتها؟ أقولها بهالطريقة، أجي أباوع العين أقول له I see yellowish in sclera which might indicate jaundice، أو ممكن أقول له it's a sign of jaundice. نفس الشيء بالنسبة للأنيميا، I see a pallor أو pale conjunctiva which might indicate anemia، أو ممكن أقول it's a sign of anemia. متفقين؟ وهذا الشيء أريدكم هاي الملاحظة تخلوها ببالكم بكل الأمراض الثانية وبكل العلامات الثانية، حتى لا تخلي روحك مقابل الممتحن
الأسئلة صراحة يعني تنتهي برسالة، متفقين؟ زين، هاي الأمور اللي قلت لكم مو كلش مهمة بس ممكن نلاحظها، اللي هي الأوفر ديسشارج. يعني شوف هذا الوسخ مال العين شلون صاير أوفر ديسشارج فوق من اليسرى. أكو هاي مثلا البيريو أوربيتال أديما، هاي تصير بجماعة النيفروتيك سيندروم أو ممكن أليرجيك رياكشن، حساسية وتنتفخ عيونه، او النيفروتيك سيندروم اللي هي يصير شباب قله بالبروتين، اما الليفر ما دا ينتج بروتين كافي، اكو فد مشكله بالليفر اذا ليفر ديزيز، او الكدني اصلا قاعد تطرح كل شو هوايه بروتين اذا اكو كدني ديزيز، هاي النيفروتيك سيندروم. فاما هي او الالرجيك رياكشن ممكن تسبب لنا هاي الحاله اللي هي البيري اوربيتال اديما. زين، هاي السيكونت اي اللي قلنا عليها حول، وقلنا هذا الهيموريج على اليمين اللي تصير ويا التروما اذا انضربت العين، او جماعه الضغط المرتفع تصير عندهم ممكن. زين، اكو هاي حاله نادره كلش اللي هي بلوش اوف سكليرا، لقيتها بالمصدر مالت ماكلويد، قلت خلي احطها ليش لا، اللي هي اوستوجينيسيس امبرفكتا رير كونديشن. هاي اكو مشكله بال اعتقد بالعظام مالتهم فتؤدي الى بلويش اوف سكليرا، اسمها اوستيوجينيسيس امبرفكتا، ما تحتاجون تعرفوها صراحه بس ايش طلع. وصلنا هسه الماوث، حبل الشبي بس ثواني حروح اسوي شغله وارجع. زين شباب نكمل بالماوث، شنو ممكن اشوف وشنو اللي راح اشيكه؟ زين، وشنو احتاج؟ زين خلينا نخلص من اللي شنو احتاج. شباب انا كماوث اكزامينيشن حتى يكون مضبوط احتاج تان ديبريسر اللي هاي العوادين مالت خفض اللسان، واحتاج التورتش. طبعا التورتش لا الافضل تكون ام اللون الاصفر. تمام، هاي خلصنا من عندها اللي شنو نحتاج. زين شنو اشيك؟ اول شيء كجنرال لوك راح اشيك اللبس، الشفة. زين شو ممكن ألاحظ أني بشفة المريض؟ ممكن ألاحظ حالة الانكيروستوماتيتس، حشوفها بالصور اللي هي تصير التهاب على أطراف الشفة من اليمين واليسار، أو ممكن أشوف ساينوسيس مثل حالة السنترال ساينوسيس من يصير مزرقة الشفة، أو ممكن ألاحظ ألسيريشن يعني بصورة عامة. زين لما أجي عاد وراها على اللسان شنو ألاحظ باللسان؟ اما ملتهب اللسان، اما فد اصابه انفكشن فطريه مثلا كانديسايسز، او ممكن الاحظ انيميا، ساينز اوف انيميا هم موجوده بالصور. ممكن الاحظ ساينوسز باللسان، اي نعم هم يبين مرات باللسان، وممكن الاحظ سويلنج as an allergic reaction or صراحه حالات اخرى حتى من الانيميا ممكن سبب سويلنج واحمرار بالتم، نجي عليهم بعدين. زين القم او الجنجبه اللي هي اللثه شنو ممكن الاحظ بيها؟ اذا اكو التهاب او اكو بيجمنتيشن. تمام، زين وراها اباوع لي فوق السقف الحلق، اشوف الهارد اند سوفت باليت. زين شنو ممكن اشوف بيهم؟ اذا اكو السريشن، اذا اكو جاندس، ممكن الجاندس حتى هناك يبين اصفرار. شنو ممكن بعد؟ يعني هذا اكثر شيء، إما ألسريشن التهاب أو جندس. زين وراها أباوع اللي قبل من جوا أشوف اليوفيولا النازلة. اليوفيولا أشوف بيها شغلتين، إما إذا اليوفيولا ملتهبة أو صاير بيها ديفييشن يعني متحركة عن مكانها. أوكي، فهو أنت نادرا ما راح تشوف هاي الأمور، بس أنت حتى تخلص شو تقول؟ now I'm checking the uvula, I see no inflammation, I see no deviation وهكذا، يعني بس حتى تفيدكم لما تجي تفحص تعرف شنو تحكي، هاي الغاية. تمام شباب، انت كمرحلة ثالثة خلي ببالك انت بس جاي هنا تتعلم حتى شلون تفحص النورمال، الاب نورمال ترى نادرا نادرا يمر عليك انت كمرحلة ثالثة، اتعلم تفحص النورمال. اوكي زين، شنو بقى عندنا؟ التونسلز البلاعيم، باوع يمنى ويسرى على جانبين اليوفيولا، نشوف اذا بها التهاب، اذا كبرانات انلارجمنت،
اذا هي اصلا موجوده او لا. يعني انت خو مو تفحص بيشنت شايل بلاعيمه وشيكتها وشفت ماكو بلاعيم وما تنطي خبر للدكتور، انطي خبر قول له ترى شايل بلاعيمه، اوكي؟ لان هو يريدك تعرف شنو تشوف وشون توصف، اوكي؟ الارت اوف اوبزرفيشن اللي حكينا عليها موجوده بكل مكان. زين، اخر شيء عندنا الجلانز، اللي هي شنو؟ السكريشنز، جلانز الموجوده بالداخل الحلق، منطقه التشيكس. يعني من تفتح الحلق تباوع على اليمين واليسار منطقه التشيكس، تحت اللسان، نشوف المنطقه ما تحت اللسان ايضا، نسيت اقولها بس نشوفها. اذا اكو ساينز اوف جاندس او انيميا هم تبين هناك، يعني المنطقه هاي اللي فاسكولارايزد وبها ميوكس. فهناك السكريشنز يمكن ما سبمنتال، سبمنديبولار، شنو ممكن نلاحظ؟ ها الباروتيد من تفرز من منطقه التشيكس، فممكن هناك نشوف الدكتات مالتها اذا اكو مثلا انلارجمنت، اذا اكو فت السريشن. يعني بس هذيك المنطقه، ما يحتاج تعرفون التفاصيل شباب، ولا يحتاج تقول اني دا اتشيك الجلانز، بس شوف منطقه التشيكس على اليمين واليسار، اوكي؟ وعيد نفس ال شلون اقول لك الكلام اللي قلنا من جاندس وانفلاميشن وغيره. زين، نجي هسه على الامور المهمه اللي لازم نخليها ببالنا شباب. اهم شيء بالماوث هي ساينز اوف انيميا، ساينز اوف جاندس، ساينز اوف ساينوسس. هذا اهم ثلاث شغلات. اكو امور ثانيه ايضا مهمه بس مو قد اهميتها، اللي هي اذا اكو بيجمنتيشنز، الاورال هايجين والدنتال كيس، اذا حلقه نظيف، سنونه ما بيها تسوس وما بيها مشاكل. شباب ايضا لازم اشيك السنون. ليش؟ لان الاورال هايجين والدنتال كيس تلعب دور كبير كهاي ريسك اوف انفكتيف اندوكاردايتس. يعني اللي جماعه اللي اصلا هم قلبهم تعبان وعندهم الاورال هايجين تعبانه وعندهم دنتال كيس، ترى ممكن يصير بيهم انفكتيف اندوكاردايتس. هذا الشيء لازم تخلوه ببالكم، ليه ممكن تسألون عليه. زين، الالسريشن حكينا عليها وعرفنا اماكنها، تصير بكل مكان حرفيا. زين، بقى اخر شيء اللي هي الهايدريشن ستيت. شباب الهايدريشن ستيت شلون اشيكها؟ انا كمرحله رابعه يعني مرت علينا، بالمرحله الثالثه صراحه ما حكوا لنا اياها كلش، بس بالمرحله الرابعه مرت علي فذكرتها هنا. الهايدريشن ستيت انا ابوع على اللسان خاصه وباقي اماكن الحلق كميوكس، اشوف اكو glistening، اكو لمعان. اذا اكو لمعان معناتها good hydration state، اذا يعني بصوره كافيه. وانت اذا شفت ماكو ذاك اللمعان والحلق ناشف عادي، good not hydrated، not hydrated او unhydrated، تمام؟ فخلي هالشيء ببالك. فان شاء الله الموث صاحبي اموره هوايه بس ترى سهله، والله جديات سهله. نجي هسه كاناتومي. هاي اليوفيولا شباب، هاي التونسلز على اليمين واليسار، وقلنا التان نشوف التان هو بنفسه، ونشوف اندر ذا تان المنطقه لان تكون هايلي فاسكولارايزد وكلش مهمه انه نشوفها. نشوف الهارد بلايت، السوفت بلايت اللي قريب على اليوفيولا وهكذا. زين، ها هنا انا هسه واحد فاتح حلقه قدامنا، خلينا نشيكه، اوكي؟ خلينا نتدرب سويه. قبل لا اقول له افتح حلقك اباوع على شفته شباب، اوكي؟ اشوف اكو ساينوسس ماكو ساينوسس. زين، اشوف انجر استوماتايتس موجوده. الانجر استوماتايتس ترى تصير بسبب ايرون ديفيشنسي انيميا، حنمر عليها ورا شويه. فهنا تصير شباب بالاطراف، هنا تصير شلون مثل الهيربيز هنا، اوكي؟ فهنا ماكو لا ساينوسس ولا اكو انجر استوماتايتس، امر عليه هنا احكي. زين، اكو السريشن؟ لا والله ماكو. زين، اخلص من السنون، خل اباوع عليها. الدنتال كاريز صراحه ماكو. جود اورال هايجين مو وسخ. زين، الجلسينينج اذا تلاحظون هواي اكو جلسينينج، اذا جود هايدريتد ماوث او جود هايدريشن ستيت. زين، اخلص من اللسان اباوع عليه اذا صاير بي سويلينج، اذا صاير بي بيجمنتيشن، ساينوسيس، يلويش، ماكو شيء، اقول له ارفع لسانك، اوكي؟ قبل لا اروح لي جوا ديب، خل اخلص من منطقه اللسان. شفت اللسان؟ اقول له ارفع لي لسانك، اباوع لي جوا، اضوي شويه بالتورتش، اباوع منطقه هاي تحت اللسان، تكون اللي قلنا عليها تكون هايلي فاسكولارايزد، فممكن تبين بيها الانيميا
وممكن نشوف بيها اليلويش اوف ساينز اوف جاندس. زين، اباوع على التشيكس هنا الجوانب، اشوف اذا اكو مشاكل بمناطق الدكتات مالت الجلاندز، اشوف اذا اكو يلويش، اذا اكو السريشن. هاي شايف مرات من يلتهب حلقك تصير لنا اغلبنا يصير هيك مثل الحبايه السريشن، يعني هي هاي ممكن تلاحظها وتقول عليها السريشن. زين، خلصنا نشوف الهارد بالايت والسوفت بالايت، هارد بالايت وسوفت بالايت، نشوف اذا اكو ساينوسس، العفو يلويش اوف سكليرا، انا ايش جاء العفو 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 يلويش اوف ذا هارد بالايت اور ذا سوفت بالايت از ا ساينز اوف جاندس. شنو بعد نقدر نشوف؟ هاي السريشن. زين، نعبر، بقت عندنا اليوفيولا وبقت عندنا التونسلز هنا، نشوف اليوفيولا اذا بها انفلاميشن او بها ديفييشن، نشوف التونسلز اذا اولا اذا موجوده او لا، واذا كانت موجوده اذا بها انلارجمنت، اذا بها انفلاميشن. خلاص زين، هسه نباوع على الحالات الموجوده عندنا. شوف هاي تحت اللسان، مو قلت لكم ممكن يصير يلوش ديسكولوريشن، هاي از ا ساينز اوف جاندس. شوف شلون تحت اللسان مالته مصفر، هاي الصفارات، هاي ساين اوف جاندس. زين، ممكن هو نفس المكان يصير بيه بياض. شباب هذا البياض تشوفوه، هذا ليكوبلايكيا، اعتقد حاله من الهايبوبروتينيميا. وممكن هاي الحاله نلاحظها وين بعد؟ على اللسان بنفسه، يعني هاي الليكوبلايكيا ممكن تحت اللسان وممكن فوق اللسان. اوكي، هاي الليكوبلايكيا. زين، هاي السليفري ستون، يا يعني صراحه مو كلش مهمه، هم تحت اللسان ممكن هنا سليفري ستون، ممكن نفس الشكل ده تلاحظه بغير مكان يعتبر ulceration، يعني بهالشكل يكون شكله. اوكي، هم اكو دنتال كاريز، شوف هنا على اليمين واليسار. زين، هذا الالسريشن شوفوا شكله، يعني يصير داخل منطقه التشيكس، من فوق باللبس بالجنجيفا وهكذا. اكو هاي حاله الجيوغرافيك تان، هم شفتها قلت خلي احط لكم اياها. طبعا هي حاله يعني كونجنتال، يعني ناس تجي للدنيا هي لسانهم هيك صاير، شوف شلون صاير. طبعا هي حاله هارملس، يعني عادي يعيش حياته طبيعي ماكو اي مشكله. زين، شوف الليكوبلايكيا مو قلت لكم ممكن نشوفها على اللسان ايضا، شوفوا هاي صايره هنا على اللسان. زين، هاي الحاله مالت البيجمنتيشنز بصراحه لا انا مر علي ولا انتم مر عليكم ولا حتمر علينا، اللي هي هاي دارك بيجمنتيشنز، هاي السندروم بيوتس جيجارز سندروم اعتقد هيش اللفظ، والله ما ادري. زين، كنا ممكن نصير اصابات فطريه، فطريات شباب، كانديدايسس هنا انا صاير على اللسان. زين، الانجيوستوماتايتس قلنا تصير ويا منو؟ هاي السؤال مرات يجي ترى الايرون ديفيشنسي انيميا يصير عندهم حاله الانجولار ستوماتايتس. تمام، زين، ممكن اصلا التهاب اعتيادي لللسان جلوسايتس، ممكن التهاب للجام للجنجيفا نسميها جنجيفايتس وهكذا. زين، قلنا النوز والايرز مو بهذيك الاهميه بس يعني لازم نمر عليها شباب. زين، نجي على النوز باختصار، احنا كمرحله ثالثه رابعه وهيش ما راح نطب كل التفاصيل، نشوف اذا النوز بي ديفيشن وإذا بي ديسشارج أو إذا أمور ثانية إحنا لاحظناها. فالديفييشن مثلا شوف هسه هاي الصورة شلون صاير انحراف بخشمه، ديفييشن. إذا اكو ديسشارج معين من دم أو أي شيء ثاني هم لازم نذكره. فإحنا من نجي نفحص الخشم على السريع نخلص منه نقول له regarding the nose no there is no deviation there is no discharge ونعبر. زين، بالنسبة للإيرز شباب، الإيرز نباوع عليها bilaterally نشوف اذا اكو ديسشارج. فبنشوف مثلا هاي طالع منها ديسشارج، هاي اوفر ديسشارج من الاير نذكره. نضغط هنا على التريغاس، هاي منطقه التريغاس مال الاذن بايلاترالي، نحط اصبعنا وندوسها نشوف بيها تندرنس دا توجع من نضغط عليها، او هي بصوره عامه اصلا دا توجع بدون ما ندوسها، فنقول مثلا there is no tragus tenderness or tragus pain and there is no discharge. وصلت عندنا بعد شغلتين، تتذكرون بالمرحلة الأولى البطل ساين لما يصير أكو تروما بالهيد، يعني يصير فراكتشر ما أعرف إيش بالكرينيال بونز، فصير عندنا أحد الساينات اللي هي البطل ساين. شوفي هنا شلون تصير،
زين، اكو حاله كونجنتال اللي هي يسموها اللو سيت اير، يعني اذن انصى من اذن شباب. شوف هسه هاي الاذن طبيعي يا الابيكانتال فولد مالت مالت الاي، هاي طبيعيه، بس شوف هاي هنا نازله شباب، نازله اوكي. فاباوع عليها اقول there is a low set ear، بالتحديد الاير على اليسار. زين، خلصنا من النوز والاير، سوالفها بسيطه وما بها شيء ترى، بس لازم نمر عليها حتى نبين للممتحن ترى احنا مطلعين ونعرف كل هذول. وعلى الاكثر اصلا حيقول لك افحص لي العين، افحص لي الحلق، اعبر، يعني هاي على الاكثر اوكي. بس هذا مو حجه لكم على مود انتم ما تعرفون هاي الامور بخصوص ال النوز اند ذا اير. زين، هسه نبلش بالنيك اكزامينيشن. قبل ما نبلش بالنيك خلينا ناخذ فد مراجعه بسيطه على الهيد. قلنا نباوع كجنرال انسبكشن على الهيد، يعني خلينا نشوف ان الصوره بها هيد. خلينا نشوف هذا الحجي مثلا، نشوف جنرال انسبكشن، نشوف الفيس مالته اذا ما انتفخ، نشوف الشعر مالته الوبيجيا اذا اكو او لا، هنا اعتقد اكو. شنو بعد نشوف الويستنج مال تمبرالس مصل يمين ويسار، نحط ايدينا ونشوف اذا اكو ويستنج، وهي هم تبين ترى يعني الحالات توصل بيهم. زين، نبلش عاد بالعيون. قلنا نباوع الجندس اندر ذا سان لايت، نسحب من فوق نقول له باوع اللي جوه، ونباوع اذا اكو شنو يلوش ديسكولوريشن اوف ذا سكليرا. ايضا الانيميا نسحب منها ونقول له باوع اللي فوق، ونشوف any sign of anemia in the conjunctiva. والأمور الثانية الأكسترا الخاصة بالعين. وراها نروح وين؟ للماوث. سوينا examination الماوث ما يحتاج نعيده. النوز شفنا إذا أكو deviation or discharge، والإير إذا أكو low set ear أو أكو over discharge أو أكو tragus tenderness. خلصنا من الهيد. زين، هسه نجي على موضوع النيك شباب. هو الهيد والنيك يجون باكج واحد، فانت غالبا من تسوي اكزاميشن للهيد الاكزامينر راح يخليك تسوي للنيك ايضا. زين، طبعا يركزون على النيك اكثر، يعني الهيد تركيزهم بس على الاي اند ماوث، بس النيك لا، كل شيء بيها مهم حرفيا، النيك كل شيء بيها مهم. زين، قسمتكم اياها ثلاث اقسام حتى لا تنسوها. النيك راح نشوف احنا جنرال انسبكشن، نباوع عليها بصوره عامه ونشوف ايش بيها ما بيها، ونروح نفحص جلانديم بيها اللي هي الليمف نودز، مجموعة الليمف نودز والثايرويد. طبعا الثايرويد بالمرحلة الرابعة تاخذوه مو هسه، بس ما يخالف نمر عليه. والاثنين فاسكولار اللي هو اثنيناتها مهمة لكم، الواحد ارتري وواحد يعني فين بريشر، كاروتيد ارتري والجيجولار فين بريشر. ليش قلت فين بريشر؟ لان انت ما راح تشوف الجيجولار فين بنفسه، راح تشوف البريشر مالته. المهم نجي هسه على الجنرال انسبكشن. انا شنو اشوف هسه؟ هاي الصوره قدامي، شنو اشوف كجنرال انسبكشن بالصوره النورمال؟ هاي نورمال. اشوف اذا اكو سكارز جايه من فد عمليه مسوي ليال البيشنت، او جايه من فد يعني جرح ومتكون السكار. فهسه باوعت there is no scars. زين، اشوف هل اكو ماس منتفخه رقبته مبينه بها فد ماس معين؟ ماكو. زين، اذا اكو ماس اسوي شيء؟ صراحه ما ادري اذا مطلوبه بالثالثه او لا، ما اتذكر، بس احنا كرابعه مطلوبه بها واي تفاصيل، بس انتم اعرفوا هاي الشغلتين. اذا اكو ماس فاخلي البيشنت انطيه مي، اقول له ابلع واشوف هاي الماس تصعد ويا البلع لو لا، وكذلك اخليه يطلع لسانه واشوف لما يطلع لسانه تصعد الماس او لا. اذا صعدت ويا طلعت اللسان مالته فمعناتها هاي thyroglossal mass وغيرها تفاصيل ما ادوخكم بها شباب. المهم there is no scars, there is no mass. بقى شنو البيجمنتيشنز؟ تمام، ف there is no pigmentations also. الجنرال انسبكشن سهل، خلصنا من عنده. خلينا نروح على ايش؟ الجلانديولر. زين، هاي الصور على الجنرال انسبكشن بحالات الماس. طبعا خافت تشوفون كلمة لامب، فاللامب هي نفسها الماس شباب، هاي هي هنا. هاي هنا دارك بيجمنتيشن هنا صايرة، شوفوا هاي. زين، هاي سكار على طول ركبته، اعتقد مسوي له عملية للثايرويد مالته،
فهاي السكار، او هي غالبا تكون هيج، والله مو هيج، يلا ما ادري. المهم هاي سكار هنا أنا. زين، بالنسبه للجلانديولار اللي وصلناها، قلنا الثايرويد مو بهذيك الاهميه، بس هاي مكانها، انت تحتاج بس تعرف مكانها، هي هذا مكانها. مباشره بعد الستيرنوغليدوماستويد مصل انتيرير بوردر، هنا صايره بالنص هاي الثايرويد. هاي هيك يفحصوها طبعا، بها تفاصيل هوايه تاخذوها بالمرحله الرابعه ان شاء الله. زين، نجي على اهم شيء بالنيك اللي هو الليمف نود. شباب، الليمف نودز تعتبر من اهم شيء طبعا بالنيك. تحتاج ممارسه طبعا اكثر من مره، يعني احنا وصلنا رابعه ومرات ننسى شلون بعض البارتات اللي بيها. المهم ترى هي سهله، يعني ما تحتاج شيء بس تعرف اماكنها. فسنجي على اناتومي، صوره اناتومي حتى تسهل علينا. خلينا نقسمها جروبين، جروب افقي وجروب عمودي. خلينا نخلص من الافقي اللي هو اصلا لما تجي تسوي فحص تبلش بيه. السبمنتال شباب هي صارت تحت الشن بالضبط بالسنتر، هاي السبمنتال لينف نود. بصفها راح نلاحظ منه السبمنديبولار لينف نود. التونسلار صراحة ما نفحصها احنا، بس شو هنا ما حاطيها، يعني اوكي ضيفوها. وعندنا الباروتيد اللي صار وين منطقة التشيك، قريبة على التشيك، هاي الباروتيد. زين، كذلك عندنا ايش خلف الاذن واللي قدام الاذن، فانت تخلص منها البري ايركولر هاي، وهاي البوستيرير ايركولر. اوكي، اثنين، واحدة خلف واحدة امام، تمام. فالبري ايركولر اند ذا بوستيرير ايركولر. زين، تبقى اخر واحدة من ضمن البارت الافقي، يعني هو صراحة مو خط افقي بس خلاص خلنا نعتبره افقي حتى تسهل علينا. هاي اخير شيء مني هنا اللي هي الاوكسيبيتال. اوكي، طبعا الفحص لازم يكون بايلاترالي، ايديك اثنيناتهم من جهتين. طبعا السبمنتال هي بنفس المكان، وراها السبمنتال تصير على الجهتين وتكمل. خلصنا من المجموعة الاولى، نروح للمجموعة الثانية اللي حتكون كلش ريليتد للستيرنوغليدوماستويد مصل، اللي هي شنو؟ خلينا نخلص من هاي الأخيرة المنا اللي هي السوبرا كلافيكولار، صايرة وين؟ هنا شوفوا فوق الكلافيكل. وعندنا أيضا السيرفايكل. السيرفايكل بيها بارتين، بارت سوبرفيشال وبارت ديب. أوكي، السوبرفيشال تلاحظها وين؟ يعني هياته صار قدام تقريبا، قدام وخلف الستينوغليدوماستويد. يعني هسه الستينوغليدوماستويد من طلعت هيجي قدامها انتيرير سيرفايكل، وراها بوستيرير سيرفايكل. اوكي، الديب سيرفايكل صراحه يعني مو دائما تبين او تحس بيها الا ترخي العضله. زين، انا شلون ارخي الستينوغليدوماستويد مصل؟ اخليه يلوف راسه على الجهه نفسها، فلما يلوف راسه راح ترتخي المنطقه واقدر احس عادي بوقتها ديب سيرفايكل. طبعا انت الليمف نودز ايش وقت تحس بيها صدق؟ اذا كانت اب نورمال. اوكي، فانت هسه كمرحله ثالثه اللي تحتاجه بس تعرف اماكنها وشلون تفحص. شنو بعد؟ اماكنها وشلون تفحص. الاب نورمال غالبا ما راح تمر عليك ولا اصلا راح تحس بيها. فقسمناها جروبين هسه، خلصنا من عندهن، قلنا سبمنتال سبمانديبولار بري ايوركولار اند بوستيرير ايوركولار واوكسيبيتال. خلصا قلنا اكو فيرتيكال العموديه اللي هي سوبرا كلافيكولار، والسيرفايكال اللي قسمناها سوبرفيشال وديب. السوبرفيشال بيها انتيرير وبوستيرير، واكو ديب سيرفايكال قلنا الا يلوف راس البيشنت حتى ترتخي المنطقه واقدر احسها. زين، يبقى عاد هسه شلون افحص الليمف نودز؟ شوف هيك تبلش. طبعا اكو مجاميع من الناس يقول لك هاي القداميات تروح انت ورا البيشنت وتفحصها، وتقريبا اللي نعتبرها خلفيات انت تصير قدام البيشنت وتفحصها بهالطريقه. يعني صراحه هو على حسب الاكزامينر هو شنو رغبته انت تسوي، لان هواية ناس سألتهم قالوا ترى ماكو فرق، تقدر
كلها تسويها وانت خلف البيشنت، تقدر انت هيك واقف ورا البيشنت وتفحصها كلياتها بدون اي مشكله. وحتى احنا هسه كمرحله رابعه بالسيشنات كسيشن جراحه مثلا، اي دكتور اساله يقول لي عادي اوقف ورا البيشنت وافحصها كلياتها. متفقين احنا هسه هيك؟ تمام؟ زين. ف خلصنا من عندهم وبهالطريقه شباب تخلي ايدك، طبعا اكو طريقه خليها ببالك او كملاحظه تفيدك كلش، انه لما تخلي ايدك لا تشيلها. يعني مثلا هسه انت خليت ايدك على السبمنتال، وراها بعدت ايديك اثنين حتى تروح للسبمنتبيولر اللي هنا، لا تشيل ايدك، خليها تبقى هيش تتحرك على ركبه المريض. تمام؟ بس حرك ايدك توصل للمكان، داور اصابعك، بس تداورها على المكان، تخلي اصابعك تضغط بسيط وتداور. ان شاء الله اصور لكم فيديو او نطبق سوية كجروب وتفهموها اكثر، بس انا اهم شيء اريد تعرفون اماكنها وهاي الملاحظات اللي قلت لكم عليها. ان شاء الله تكون واضحه، واحنا حنسوي ميتنج ونشوف اذا عندكم اسئله بخصوص هالشيء. زين. اكو حالات اب نورمال، طبعا اي انلارجمنت يصير باللنف نودز شنو نسميه؟ لنفودينوباثي، واكيد تعرفوا. شوف مثلا هسه هذا تقريبا بالسيرفايكل انتيريور سيرفايكل صاير بها انلارجمنت. شوف هذا السوبرا كلافيكولار صاير بها انلارجمنت، طبعا هاي لها اسم السوبرا كلافيكولار، يعني لها فد شيء سبيشال لما تكبر وتصير هيك يسموها التروزير ساين. هاي التروزير ساين خاف يطلبوها من عندكم ولو ما ظنيت. زين، هاي لو posterior cervical لو يعني occipital نازلة، والله ما أدري، على أكثر posterior cervical هاي enlargement اللي هنا صاير، يعني مو كلش مبين. زين، هذا باروتيد، على أكثر باروتيد منا وهيك صاير، هذا باروتيد lymphadenopathy. زين، خلصنا الجلانديولار شباب، عرفنا البارت الجلانديولار مالت النيك. نجي هسه على آخر بارت اللي هو الفاسكولار. قلنا بالفاسكولار أكو شغلتين، الكاروتيد ارتري والجي في بي اللي هو الجيكولار فين بريشر. زين، الكاروتيد ارتري اللي صراحه سهل وحلو ودائما تجي عليه اسئله. زين، هذا المكان مال اللوكيشن شباب، هاي الثروت اوكي، وهاي السينوغليدوماستويد اوكي. بيناتهم شباب تشوف بيناتهم، حتى هنا كالاناتومي حتى توضح اكثر، بيناتهم راح تلاحظ الكاروتيد ارتري. متفقين؟ عرفنا المكان. هسه انت وانت قاعد تشوف الفيديو اصبعين او ثلاثه او حتى اصبع واحد مو مشكله، والله عادي خليهن بهالمكان، مو اثنيناتن مكان واحد بس شباب، مو بايلاترالي، ترى الكاروتيد يوني لاترالي ينفحص، مو بايلاترال، وهسه نعرف ليش. فخليها يعني حرفيا اسهل بلس ممكن تحسه بالجسم. هسه انا خليت ايدي قبل حسيت. زين، نعبر. أنا شلون أفحص الكاروتيد آرتري؟ شباب شوف هسه هاي الطريقة، ثلاث أصابع أو أصبعين بكيفك، والله عادي، هو الإكزامر وقتها راح يرزلك، لأن يعني هو على رغبته راح تصير، بس هو أصبعين أو ثلاثة والله عادي. الإكزامينيشن لازم يكون يوني لاترالي، يعني لازم يكون من جهة واحدة، وراها عد أفحص الجهة الثانية. ليش؟ شباب الكاروتيد نفس ما تعرفون هو مين آرتري، يعني وين يدز الدم؟ ده يصعد ده يوديه للدماغ. فانت من تضغط بالجهتين من نام منه، انت ده تقلل الدم الرايح للدماغ، فممكن تدخل البيشنت بهايبوتنشن اوكي، يعني يفقد الوعي حرفيا. ممكن حتى شايف مرات بالافلام من يضربون الواحد هنا بهاي المنطقه ويدوخ ويوقع، ترى هو لهاي السبب. وكذلك عندك البارو ريسبتورز اللي موجوده بهذا المكان بالكاروتيد بادي وغيرها، انت لما تضغط هنا راح يصير تفعيل الها ويصير هايبوتنشن ايضا، فممكن يفقد الوعي البيشنت. فهالشيء كلش خطر شباب، كلش خطر، وخاصه اذا بيشنت كبير بالعمر وعنده مشاكل بالقلب وما اعرف ايش. فانت لازم بكل الاحوال وبكل البيشنت لازم تفحص الكاروتيد يوني لاترالي. ها يعني انتهينا من عندها، اتمنى ما حد ينساها. زين جيجولار فين بريشر ضفت لكم عليه معلومات نظري تفيدكم، بس لازم نحكيها شباب. الجيجولار فين بريشر ملاحظه بصوره عامه، اني مو شرط اشوفه اصلا،
مو شرط ايش، مو شرط اشوف الجيكلر فين، يعني هو يا بيشنت ما يبين عندهم، اسوي الخطوات صحيح وما اعرف ايش وايش وايش، بس ما اشوفه يعني عادي كلش طبيعي، لا عبالك انه انت خطأان، لا لا هو عادي ممكن مرات ما تشوفه. زين، فتعريفه هو determined as the vertical distance above the midpoint of the right atrium. النورمال رينج مالته، القيمة الطبيعية مالته الجيجولار فين بريشر من 6 إلى 8 الوحدات مالته سنتيمتر H2O. أكو وحدات ثانية وقيمة ثانية حسب الوحدة يعني أكيد، أنه يكون الطبيعي أقل من 7 مليمتر زئبقي، أوكي مليمتر ميركوري. فهو أكثر شيء ديركسون على وحدات السنتيمتر H2O، فهاي الوحدات احفظها من 6 الى 8 سنتيمتر H2O. خلصنا. زين، اكو مرات امور تخلي الجي في بي يصعد لي فوق، بالتحديد اذا هاي البروبلم صارت وين؟ بالرايت اتريوم اوف ذا هارت. اذا رايت اتريوم اوف ذا هارت صارت بيه مشكله قبل الجي في بي مالتنا اللي نشوفه يصعد، يعني بدل ما نشوفه ينبض هنا يصير نقوم نشوفه ينبض هنا، متفقين؟ زين، هاي الملاحظة الأخيرة حكيت لكم إياها، أنه عادي مرات بيشنت ما نلاحظ عنده أو ما نقدر نلاحظ الجي في بي، كلش طبيعي. هاي الكوزز اللي ممكن تصعد الجي في بي، ممكن يجيكم سؤال ترى، قلنا رايت سايد هارت فيلير اللي هو رايت أتريوم يصير بيه مشكلة، ممكن بيريكاردايتس، ممكن كاردياك تيمبونيد أيضا تأثر، أو فلويد أوفرلود بصورة عامة يعني فادرينال ديزيز، سوى فلويد اوفرلود، صار اوفرلودنج على مستوى الفينس سيستم، صعد الجي في بي، او مثلا بورتال هايبرتنشن، اوكي ايضا من يصير يصعد الجي في بي. هذا مكانه بالضبط، صاير تحت الاسترنوغليدوماستويد شباب، اوكي. وهل هو لهالسبب انا اذا اقول لكم احنا ما دا نشوفه هو نفسه الجيكولار فين لما ينبض، دا نشوف النبضة مالته اللي دا تصعد وتنزل، أوكي؟ يعني مغطي عليه العضلة، هاي أول شيء. ثانياً حتى إذا شفته وتخليت إصبعك عليه ما حتحس بأي شيء، أوكي هو دا ينبض قدامك دا تشوفه دا يصعد وينزل، بس تخلي إصبعك ما تحس بنبض، أوكي؟ فهذا الفرق بينه وبين الكاروتيد، وراح ناخذ بالأخير الفرق بيناتهم يعني كجدول. زين، هاي المكلويد، هاي الصورة مال المكلويد بالضبط، وهاي الأسباب اللي حاط لك إياها مكلويد اللي ممكن تزيد عندك الجيكولر فينوس بريشر، الهارت فيلير حكيناها، بيريكاردايتس ما أعتقد إنها مذكورة هنا، أكو أسباب ثانية بس أنتوا هاي كافية عليكم نهاية، تمام؟ هاي كلش كافية. زين، شوف هسه هاي الحالة من ضمن مثلا المذكورات، اذا صار عنده هارت فيلير، رايت سايد هارت فيلير او شيء ثاني فلويد اوفرلود، يصير عنده ديستنشن ان ذا جيكولار فين. شوف هذا كلش اب نورمال، هذا كلش اب نورمال. زين، الفرق بين الكاروتيد والجي في بي، يعني هاي اهم اربع نقاط، هو اكو هذا جدول يعني مال مكلويد نقاط عديده، بس انا اعطيتكم الخلاصه اللي هي هذني. فالكاروتيد ارتري انا من اخلي اصبعي او ايدي عليه راح احس بالبلس مالته، فيكون بالبيبل، بينما الجي في بي قلت لكم لا، حتى اذا تخلي ايدك ما راح تحس بشيء. زين، الكاروتيد ارتري ما يتغير اذا انت غيرت البادي بوزيشن مالتك او مال بيشنت، ما له علاقه، ولا يتغير ويا التنفس، ولا يتغير ويا الهيباتوجيكولار ريفلكس، انه اخلي ايدي على منطقة الليفر مال بيشنت واضغط، هاي الهيباتوجيكولار ريفلكس ما تاثر على الكاروتيد ارتري، بينما بالجي في بي يتغير ويا البادي بوزيشن. وحتى هسه لما نجي للفحص راح ارجع لكم عليه، انه لازم اخلي البيشنت بوضعية 45 ديجري، تمام، درجة 45 يتغير ويا الريسبيريشن، اي ويا التنفس يتغير الجي في بي. الهيباتوجيكولار ريفلكس انا لما اجي اضغط مثلا عندي اشوف البلس مالته مال جي في بي، وجيت ضغطت على منطقه الليفر مال بيشنت، المنطقه اليمنى من هنا، انتم ما تشوفوني ما اعرف ليش تقول من هنا، المهم من راح اضغط راح يصعد الجي في بي، اوكي، فاكو هيباتوجيكولار ريفلكس ريجاردنج ذا جي في بي. زين، هسه اني عرفت شنو الجي في بي وعرفت شنو الفرق بينه وبين الكاروتيد، شلون افحصه؟ خطوات كلش بسيطه اسويها حقدر افحصه.
أول شيء أنا شنو أحتاج حتى أفحص الجي بي بي؟ أحتاج شغلتين، مسطرة شباب، مسطرة، أي والله مسطرة، لازم تخليها باللاب كوت مالتك، شكلها كلش حتط يعني يفيدك. المهم، ونحتاج لونج أوبجكت، سواء قلم، سواء مسطرة ثانية، سواء عودة مثل هذا، يعني أي شيء، المهم لونج أوبجكت. خلاص بس هالشغلتين. وراها لازم أطلب من البيشنت شغلتين. مو احتاجة تاني شغلتين، أطلب من البيشنت شغلتين. البيشنت لازم يكون بزاوية 45 درجة، والشغلة الثانية لازم يلوف راسه لوين؟ للليفت. ليش؟ لأن احنا دائما الجي في بي نفحصه بالرايت سايد. ليش؟ لأن احنا من راح نطلع النسبة حنفحص المسافة بينه وبين الرايت اتريوم، فما يرهم قياسه وين، بس بالرايت سايد. دائما فحص الجي في بي بالرايت سايد. فعرفنا الشغلتين المطلوبة من عندنا، وعرفنا الشغلتين اللي لازم نطلبها من البيشنت. زين، طبعا مو يلف راسه حيل، بس شيء بسيط. زين، شلون اجي افحصه؟ احط اللونج، خليت انا بهالوضعيه، اقعد اباوح، اركز حيل، اركز هنا. أنا من اشوف المنطقه اللي قاعد يصير بيها بالسيشن، اوكي يا رب الماوس يبين، بس لا الماوس ما مبين وانا لحالي احكي. المهم، بالبلس مثلا دا يبين بهالمنطقه، اعلى قمه دا يوصلها البلس، اعلى قمه اخلي عليها البوينتنج اوبجكت، تمام. وراها اجيب المسطره. المسطره وين اخليها؟ الحالي اخليها هيك بس احطها عدل؟ لا، بالاسترنال انجل اللي صايره تقريبا، يعني والله المشكله ما حطيت صوره انا واضحه، بس هي تصير هنا بالاسترنال انجل شباب، تمام، بالاسترنال انجل هنا، اعتقد واضحه شويه هنا، أنا هاي مأشرها بالانيميشن. ورا ما حطيت المسطره، وازيتها الاثنينات مسويه، عقر المسطره ايش قاعد تقرا؟ مثلا هسه هنا أنا فد 1 2 3 4 سنتيم دا يقرا، ماشي. هل معناتها ها هي؟ لا، مو احنا قلنا المسافه بينه وبين الرايت اتريوم فيرتيكال ديستنس، فهاي الاربعه سنتيم اجمعها ويا قيمه ثابته اللي هي 5، يعني هاي الاربعه لازم اقول 4 زائد 5، اوكي. ليش؟ ليش 5؟ ليش مو 7؟ ليش مو 6؟ لان المسافه بين الاستيرنال انجل والرايت اتريوم من هذيك الجهه هي 5 سنتيم، فاجمع 4 زائد 5 طلع 9. طبعا ال 9 مو نورمال، يعتبر هاي، اوكي. فانت بس دائما خلي ببالك انه هو من 6 الى 8 سنتيمتر اتش 2 او، هذا هو النورمال جي في بي رينج. عرفنا الاسباب، عرفنا الفروقات بينه وبين الكاروتيد، وان شاء الله عرفنا شلون نسوي له اكزامينيشن، نطبق بعدين عليه سويا ان شاء الله، وتبقى ببالكم وما تنسوها بعد. زين، هذا الجدول قلت لكم عليه، نفس الشيء راح تلقون هذا نفس الحكي، ممكن ضايف لكم اشياء ثانيه مو شرط تكون مهمه. زين، خلص السيشن ترى شباب. مفروض هذا الدسكشن يكون بالميتنج، هذا السلايد نقعد نتناقش بامور. زين، فالدسكشن نخليه على الميتنج. زين، الامبورتنت توبكس شباب، شنو الاشياء المهمه هسه كهاي محاضره؟ انا جيت فتحت محاضرتك احمد، غير تقول لي شنو المهم؟ قابل كلها مهمه؟ اي هي كلها مهمة، لان كلها راح تحتاجها بعدين، سواء بالرابعة، خامسة، سادسة، بس انت كمرحلة الثالثة تحتاج بالهيد اهم شيء عندك، ما اقول لك الباقي ما مطلوب، ترى مطلوب، بس اهم شيء عندك الاي والماوث، بالركبة اهم شيء عندك الكاروتيد والجيكيلر فين والليمف نودز، اوكي؟ هذني اهم شيء. وبكل موضوع قلت لكم انه هذا ترى سؤال مهم، فبالنسبة للكويستشنز اند انسرز، يعني قلت لكم الجندس والانيميا، والله العظيم والله بالامتحان انت راح يسالك الدكتور على الجندس وعلى الانيميا، نفس هذه الثلاث ملاحظات اللي حكيت لك عليها، مو على الجندس انطيتك ثلاث ملاحظات والانيميا ثلاث ملاحظات، ترى هي هاي راح تجي عليك سؤال، بس هاي الليمف نوز تطبيق، بس قلت لكم بس تحتاجون تعرفون مكانها. شنو بعد؟ الماوث اكزامينيشن ترى كلش مهم، واكو هواي طلاب ما مضبطينه. الادوات اللي مطلوبه من عندكم، التورتش شباب، الضوء تورتش جيبوه من اي مكان، من اي محل مال معدات طبيه، وجيبوه لون اصفر شباب، الافضل يكون لون اصفر. هاي المصدر ده يقول، مو انا ده اقول، ترى المصدر قال تورتش وياها 10 ديبرسرز لا تجي للامتحان وانت ما وياك هذني الاثنين، اوكي. هاي بالنسبه للماوث والاي، لا والله الاي مو شرط تحتاج التورتش. المهم، كماوث تورتش اند تندبرسر. الجي في بي راح نحتاج قلنا شغلتين، بوينتنج اوبجكت، ممكن القلم مالتك يؤدي الوظيفه،
وممكن ويا ايش مسطره، بس احتمال القلم مالتك يعني قصير ما راح يوصل ويا المسطره، فجيب مسطرتين احسن. اوكي، على مود مسطره واحده تكون بوينتنج اوبجكت، والمسطره الثانيه تكون على الاستنر انجل. اوكي شباب، ان شاء الله تكون واضحه المحاضره، ولو اني كل شوي قاعد يصير عندي عتعته بصوتي قوه دا احكي. فاحتاج منكم تراجعوها هسه باقرب وقت، تضيفون ملاحظات عليها اذا تريدون، على مود من نجي للميتنج نعرف بشنو نتناقش، تعرفون انتم النقاط اللي تضبطوها سويه وياي. اوكي، شغله اخيره شباب احتاجها منكم، يعني طلب مني لكم، اريد اعرف شنو اذا اكو اخطاء بالشرح يعني نبهوني عليها، او اكو شغله انتم متاكدين منها وانا جزء يعني سهوا ما حشيتها صحيح، ما العلم والله يعني اي شيء كتبته اي شيء ضفته ترى كله من المصدر ماكلويد، يعني ما حكيت شيء من كيفي. حتى اذا دكتور باشر عقبه قال لك لا مو هيك، قول له ان هالشيء والله صراحه ملاحظه تفيدكم طول حياتكم، حتى لو انت بالمستشفى واخصائي اجي حكى وياك، او دكتور وانت بالمستشفى او اي مكان ثاني، دكتور المصدر يقول هيك، دافع عن نفسك، دكتور المصدر يقول هيك. اوكي، وانت تاكد من ورايا، روح افتح المصدر وهم تاكد، خاف يعني ما عندك ثقبيه، روح تاكد من المصدر، خلي المصدر هو يعني هو اللي يمشيك بحياتك المجالك الطبي. لا تروح يا دكتور والله ها دكتور سويتها هيك لان فلان دكتور قال لي، ترى حتصير حساسيات بين الدكتور هذا والدكتور هذاك، ممكن انت توقع بيها، يعني حتى انا وقعت بيها، شو لقيتكم رايحين قالين ما اعرف يا دكتور انه احمد قال انه هيك، لا مو احمد قال لك هيك، انا قلت لكم المصدر يقول هيك، فانت لازم تروح تقول له المصدر قال هيك ورا ما تتاكد من عندي، خاف ما عندك ثقه بيا. اوكي، طولت عليكم والله ادري، بس يعني طلب من عندكم، اطلب من عندكم انه اذا اكو فد شيء ما عجبكم بالمحاضره، الالوان، التعديل، الصور، الشرح، الصوت، اي شيء ثاني، انطوني خبر حتى اعدل عليها، يعني فايده للجميع مو بس لكم ولا بس لي، للكل. نشوفكم ان شاء الله بالميتنج، وان شاء الله ان شاء الله بالورشات او بالمستشفى نطبق سويه. مع السلامه.